تشرفت صبيحة هذا اليوم باستقبالي من طرف السيد الرئيس الباجي قائد السبسي، وهذا ضمن اللقاءات المتكررة والتي يتفضل فيها سيادته بالتشاور مع الأحزاب ومع الشخصيات. دار الحديث كالعادة حول الأوضاع العامة بالبلاد وما تقتضيه من شد الأحزمة للعمل ورفع الإنتاج والإنتاجية، وأثنيت من طرفي على السيد الرئيس فيما قام به من جمع الصف العربي في تونس، بما قدم صورة جميلة عن تونس، حيث ظهر البيان المشترك جامعا مانعا وليس فيه سب وشتم كما كان يحصل عادة. تحدثنا حول الوضع الإقليمي وما يحيط بالبلاد من أخطار. الحمد لله بلدنا سار سيرا حسنا، وديمقراطيتنا تتقدم نحو انتخابات حرة نزيهة ستعلن تونس أول ديمقراطية في العالم العربي. أثنيت على السيد الرئيس بما يقدم من جهد في القضية الليبية والتي تمثل موقعا مهما بالنسبة لتونس، وكذلك الشقيق الجزائر. تونس تحتاج إلى وسط في إقليم مضطرب، تحتاج إلى مزيد من دعم الوحدة الوطنية ومزيد من رص الصفوف من أجل الاتجاه بالبلاد قدما نحو التتويج الانتخابي. هذا لا يهمل، لا ينسى الوضع الاجتماعي الصعب، الوضع الاقتصادي وما يقتضيه من تنشيط للإنتاج والإنتاجية، ونظر إلى الفئات المحرومة والفئات الضعيفة والمناطق الداخلية. لا شك أن هنالك صعوبات، ولكن الشعب الذي فجر هذه الثورة المباركة وحافظ على شعلة الحرية برهن أنه قادر على أن يحول هذه الثورة إلى ثروة إن شاء الله من خلال تنشيط الجهد والعمل ورفع الإنتاج والإنتاجية ومزيد من التضامن الوطني والنظر إلى الفئات الضعيفة. شكراً.